قلت لك يعني مسؤولية المطاحة بالانقلاب ما هيش مسؤولية جبهة الخلاص، جبهة الخلاص هي في الحركة السياسية، قوة سياسية، ثم قوى سياسية، هي مسؤولية الشعب التونسي. الشعب التونسي اللي أعطاه ربما بعد الأزمات المتتالية اللي عاشها على امتداد مرحلة عشرينية الانتقال الديمقراطي بسيئاتها وحسناتها وإنجازاتها أيضا، ما نكونوش عدميين، أعطى أمل، كان عنده أمل أنه ربما جراءات 25 جويلية يتخرج البلاد من أزمتها، ولكن سرعان ما انكشفت الخديعة، وفهموا التوانسة أنه قيس سعيد لا يمتلك السمك الأخلاقي والسمك السياسي والسمك الثقافي باش ينجم يقود البلاد وينجم يخرجها من أزماتها. بالعكس، كل الأزمات زادت، تعمقت الأزمة السياسية، تعمقت الأزمة الاقتصادية، تعمقت الأزمة المالية، تعمقت الإحباط لدى التوانسة زاد أكثر، الفقر زاد أكثر، الخصاصة زادت أكثر، المرافق العمومية معطلة، شوفوا حالة المستشفيات، حالة المدارس، حالة الكليات، يعني البلاد قاعدة تنهار أمام أعين أبنائها وشعبها. أعتقد أن موجة التوانسة تغيرت، لكن التغير رغم ما يقعش بشكل فجحي من الأقصى إلى الأقصى، الريترو بيدالاج ياخذ شوية وقت. الآن التوانسة كفوا على مساندة قيس سعيد، وهذا بينه بالبارح، هذا الرسالة اللي تقفنا هنا، أنه الشعب التونسي ما عادش مع قيس سعيد، ما ناشي مع قيس سعيد، لسنا في خطة قيس سعيد أو في برنامج قيس سعيد. هل أنه هذا يعني أنهم مستعدين للخروج ضده الآن؟ ربما لا، مازال، ولكن في هذا الطريق، وهذا الطريق اللي، وهذا دور جبهة الخلاص، دور القوى السياسية، أن تقود الشعب إلى طريق الخلاص، إلى طريق النجاة، مش هي مش تخلص الشعب، ما معناش العقلية المسيانية اللي عند قيس سعيد، نعتبروا روحنا مخلصين. لما نقولوا جبهة الخلاص مش هي الجبهة التي ستخلص توانسة، هي الجبهة التي ستقود عملية الخلاص، لقود شعب تونس هو اللي يخلص نفسه من هذا الوقت. أنا أعتقد أنه العملية قاعدة تتطور، خذت شوية وقت طبعا، ولكن ماهوش وقت طويل ياسر، والتوانسة شعب ذكي، فطن أنه قيس سعيد ماشي بهم في طريق الخطأ، وهذا صار الآن موقف، كان موقف سياسي وطني بل 17 بل يوم أمس، اليوم صار موقف وطني شعبي، يعني موقف سياسي وشعبي، أنه سعيد ماشي بالبلاد في طريق الخطأ.